أكثر من 1330 شركة من 50 دولة ملأت منصات معرض ومؤتمر أبو ظبي للنفط والغاز هذا العام، فالحدث الذي كان يقام كل عامين أصبح سنوياً نظراً للإقبال الشديد عليه وتنامي التحديات التي تواجه صناعة النفط في العالم. السنة هذه كثير أكثر الوجود من السنة الماضية، وهذا بدل أولاً على أهمية أبو ظبي، ثانياً على أهمية الأدبك لشركات النفط في العالم، وثالثاً على أهمية المنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للنفط والغاز في العالم كليته. أقطاب صناعة النفط والغاز اجتمعوا في مركز واحد لتبادل الآراء ومناقشة تطورات القطاع، خاصة بعد ثورة الغاز والنفط الصخري وتداعياتها. الجميع موجودون هنا. بالطبع الموارد غير التقليدية أثرت على صناعة النفط والغاز، هي ثورة في الولايات المتحدة فقط وليس في العالم، وقد أثرت على كل الأسواق. كما تم الإعلان عن مشاريع جديدة أبرزها مشروع مصنع حديد الإمارات بقيمة 122 مليون دولار بشراكة مصدر وأدنوك. المصنع الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة يهدف إلى التقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً واستخدامه وحجزه تحت الأرض. أدنوك طبعاً ستستفيد لأنها ستكون تطبق هذه التكنولوجيا على نطاق كامل لأول مرة في المنطقة. هذه خطوة مهمة ورئيسية في مثل ما تقولين نحن مسؤولين عن هذا المجتمع، ومسؤولية المجتمع من الأولويات الكثيرة اللي نحن نحطها أمامنا، المفروض أن الناس تسعى إلى هالموضوع هذا. ويهدف المشروع لتعزيز عمليات استخراج النفط وبالتالي توفير كميات من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. المشاركة الواسعة والمستوى الرفيع للوفود التي حضرت هذا العام في أديبك تؤكد مرة جديدة أن قطاع النفط والغاز لا يزال يتصدر أجندات وسياسات واقتصادات الدول حول العالم. مريم صليبة، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.